اللي يدخله صعب يخرج منه تاني، لانك بمجرد ما تدخل هتعرف وتشوف حاجات هتخلي حياتك كلها في خطر. ابشع الجرائم الانسانيه بتحصل هناك من غير حساب. الدارك ويب اكيد سمعت عنه في يوم من الايام، بس اللي ما تعرفوش بقى ان انت ما تقدرش توصل له من السيرش العادي، لانه ببساطه موقع متشوف لا تعرف مين بيديره ولا مين اللي عليه، وعشان تدخله لازم تدفع بالبيتكوين، عمله غريبه مش كده؟ بس دي بقى العمله الرئيسيه هناك، لان انت مهما دفعت بيها محدش هيعرفك دفعت ليه ولا لايه ولا لمين اصلا، وبمجرد ما بتدخل عليه اسمك هيتكتب بالدم. مبروك، انت كده في عالم اتجردت منه الانسانيه ومحدش هيحاسبك. قدامك منيو عنوانه الرئيسي ادفع لتشاهد، بس اللي هتشوفه جوه لا عينك ولا عقلك هيقدر يستوعبه، لانك هتشوف ناس بتتعذب قدام عينك لايف، سواء على راجل، ست، طفل. الدارك ويب مش متخصص بس في الفيديوز، ده كمان متقسم مواقع ومنها مواقع صور، ممكن صور لناس ميته في الكفن بتاعهم. بس مش ده الغريب، الغريب ان في ناس بتدفع ملايين عشان تشوف الصور دي، ومش بس الصور دي، ده في ناس بتدفع اكتر عشان تشوف التجارب على البني ادمين، زي انهم مثلا يمنعوهم عن الاكل والشرب لاسابيع، ده غير تجارب تحمل الالم، ودي بقى بيفضلوا يعذبوا فيها الشخص لحد ما يموت، وطبعا محدش يقدر يكتشفه لانهم بيستخدموا تكنولوجيا الاونيون روتينج اللي بتخفي هويتهم تماما عشان محدش يعرف مين بيصور او مين بيرتكب الجريمه دي. والخطر مش بيبقى بس على الضحيه اللي في الفيديو، الخطر عليك انت كمان، لان ببساطه بدخولك عليه انت هتبقى متهكر بنسبه 90% وكل معلوماتك وبياناتك عنده، ومن هنا هيبداوا يبتزوك عشان ياخدوا منك فلوس او يخلوك تعمل حاجات عكس طبيعتك. ففعلا دخول الدارك ويب مش زي خروجه، وبمجرد تفكيرك في دخولك الدارك ويب هيخلي حياتك في خطر.